بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي السيد أحمد أبو الغيط، معالي السيد وزير الإعلام السعودي رئيس الدورة 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، معالي السيدة الوزيرة، السادة الوزراء، السيدات والسادة، يطيب لي أن أتقدم لمجلس وزراء الإعلام العرب بخالص الشكر والعرفان لتشريفكم للسودان بتولي رئاسة مجلسكم الموقر، وفي أعقاب الدورة 50 برئاسة السيد دكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير الإعلام السعودي المكلف، والذي شهدت فترة رئاسته عملاً متواصلاً لأجل الارتقاء بأداء منظومة الإعلام العربي كما كان لمكتبه واللجنة الدائمة والأمانة العامة الفضل في الإعداد الجيد لانعقاد هذه الدورة. السيدات والسادة، يجيء لقاؤنا اليوم استمراراً واستكمالاً لجهود مجلسكم الموقر في حشد الطاقات وبناء القدرات للارتقاء بمضمون ورسالة الإعلام العربي رغم التعقيدات والتغيرات التي شهدها العالم كنتيجة لهذا الوباء غير المشهود في التاريخ البشري المعاصر، وما يقتضيه من تعامل إعلامي واعي وذو مصداقية متحققاً من كافة الحقائق العلمية، ليكون من ركائز إدارة الأزمة الحالية المرتبطة بجائحة كورونا. معالي السيد الأمين العام، معالي السيدة الوزيرة، السادة الوزراء، السيدات والسادة، نستعرض اليوم على جدول الأعمال قائمة من القضايا ذات الصلة والارتباط بآفاق ومجالات العمل الإعلامي العربي المشترك وما يلي ذلك من تفاعل مع المحيط الدولي وخدمة أهدافنا ومصالحنا المشتركة. وتأتي في مقدمة هذه القضايا في جدول الأعمال القضية الفلسطينية والتطورات المرتبطة بها، إلى جانب دور الإعلام في التصدي للتطرف والإرهاب ومناقشة تنفيذ الخطة المرحلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية والخارطة العربية للتنمية المستدامة 2030 ومجالات التدريب ورفع الكفاءة المهنية. وهناك أيضاً مشروع يوم الإعلام العربي وجائزة الإبداع العربي. السيد الأمين العام، معالي السيدة الوزيرة، معالي السادة الوزراء، السيدات والسادة، إن الحديث عن أولويات العمل الإعلامي العربي المشترك لا يتأتى دون التطرق لأهمية ابتداع صيغ إعلامية تتناول التفاوت التنموي وكيفية الوصول للتكامل بين دول وشعوب المنطقة تحقيقاً لمستقبل أفضل. ومن متطلبات ذلك تبادل الخبرات بين الدول العربية والانتقال بالإعلام العربي من مرحلة عرض القضايا والنزاعات إلى مناقشة أسبابها وتداعياتها الآنية والمستقبلية. السيدات والسادة، ورغم تحقيق الإعلام العربي في العقدين الماضيين لنقلات تكنولوجية وفنية كبيرة، إلا أنه ما يزال يتعثر الطريق في رفض المواطن بالمعلومات وحرية تداولها، الأمر الذي يتطلب منا عملا جماعيا لتسهيل تدفق المعلومات للأجهزة الإعلامية وللمواطن العربي. كما نرى ضرورة أن يولي الإعلام العربي اهتماما خاصا بالمجموعات التي تتسم قضاياها بالخصوصية مثل الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، والتي تتطلب قضاياهم تناولاً ونقاشاً عميقاً يفضي إلى تأسيس واقع مستقبلي إيجابي مختلف عما هو سائد الآن. وختاماً، أمنياتي بالنجاح والتوفيق لهذه الدورة في تحقيق الأهداف المرسومة بما يعود بالخير والنفع على شعوبنا وبلداننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ الجلسة تحت فرصة لوزير إعلام الكويت بدولة الكويت في مع السيد معالي الأمين العام في البداية، تفضل.